الامر الثالث كضمانه هو استمرار الضغط على الاطراف الدوليه بالذات الولايات المتحده الامريكيه، لان الولايات المتحده الامريكيه عفوا تتحدث بحديث دبلوماسي معسول عن ضروره ايقاف الحرب، لا ليس عن ايقاف الحرب، ضروره وقف اطلاق النار، الوصول الى هدنه، حتى وقف اطلاق النار لا تتحدث بها، الوصول الى هدنه، ادخال مساعدات انسانيه، منع تمدد الحرب اقليميا، ولكن حتى هذه اللحظه الولايات المتحده لا تتحدث بصيغه واضحه عن ضروره انهاء الحرب وعن وقف اطلاق النار، الحديث عن هدنه، صفقات تبادليه بين الرهائن الاسرائيليين والاسرى الفلسطينيين او منع التمدد الاقليمي، هذا امر يعني ايقاف فوري للحرب، وبالتالي لابد على الاطراف العربيه من الضغط بكل الاوراق الممكنه على الاطراف الدوليه خاصه الولايات المتحده للتدخل مع اسرائيل لايقاف الحرب ومنع العدوان. الضمانه الرابعه والاخيره هي ما يسمى يا استاذ يوسف بتصورات اليوم الثاني، بمعنى سواء انتهت الحرب بصوره سريعه وهو ما نتمناه جميعا لحمايه ارواح المدنيين الفلسطينيين وحمايه المنشات العامه والخاصه في غزه ومنع التصعيد في الضفه والقدس الشرقيه، او للاسف ان استمرت الحرب لفتره اطول، في جميع الاحوال سناتي الى اليوم الثاني، بمعنى ما الذي سيحدث بعد الحرب؟ وهنا المواقف الفلسطينيه والعربيه لابد ان تتحد على امرين، واحد عدم فصل المسارات، مش ممكن نعامل غزه بعيد عن الضفه والقدس الشرقيه. المسألة تظل قضية فلسطينية واحدة، قوام القضية هو حق تقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة، والأمر الآخر التركيز أيضا على ضرورة الإدارة الفلسطينية للأراضي الفلسطينية، لا إدارة إسرائيلية ولا وجود أمني إسرائيلي مستمر ولا صياغات أخرى تعصف بحق الفلسطينيين، فهذه هي الضمانات.